ستة أعوام من التحدي الأمني كانت فارقة في بناء واستعادة وطن مسلوب، بعد أن سادت حالة من الفوضى منذ 25 من يناير 2011 وحتى اندلاع ثورة 30 من يونيو. نجحت مصر في استعادة الأمن بفضل عرق وجهد الجيش والشرطة المصرية. في أعقاب ثورة 30 من يونيو انتشرت الآلاف من العناصر الإرهابية خلال الأنفاق والسواحل داخل سيناء. بدأت المواجهة بين القوات المسلحة والتنظيمات الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان بتطهير البؤر الإجرامية في سيناء من تلكم العناصر. قدمت القوات المسلحة والشرطة المدنية مئات الشهداء والمصابين من أجل استقرار الوطن. كل الشهداء اللي احنا بنتكلم عليهم، عسكريين كانوا ومدنيين كانوا، ده تمن كبير قوي دفعته بلدنا لأجل خطر إن البلد دي تبقى في أمان وسلام. حيوهم فين ما كنتم واحلفونا خد طرهم، تسلموا من كل سوء، حربوا على كل جبهة، ينموت علشان ترابها، ينعيش رصنا لفوق. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد مرارا وتكرارا بعزم مصر لاستمرار معركتها حتى اقتلاع جذور الإرهاب نهائيا. سيناء أرضنا، احنا نموت ولأن حد يقرب من أرضنا. لا يمكن فصل ما يحدث في سيناء من دعم للجماعات الإرهابية المسلحة وما تتعرض له مصر منذ ثورة 30 من يونيو بحرب خفية تمارس فيها جميع أنواع الضغوط لمحاولة تدمير الاقتصاد المصري والقدرة العسكرية والتماسك الاجتماعي ومحاولات فقدان الثقة بين الشعب والقيادة. كل ذلك لأن مصر أجهضت المخطط الذي أراد تقسيم المنطقة مع بداية ما سمي بالربيع العربي. قامت القوات المسلحة بتنفيذ عمليات عسكرية ضخمة في سيناء للقضاء على العناصر الإرهابية، ولا تزال تقوم بتنفيذ عملياتها العسكرية للقضاء على البؤر الإرهابية حتى الآن. كان آخر تلكم العمليات العملية شاملة سيناء 2018 التي حققت نتائج مذهلة في تطهير البؤر الإرهابية ولا تزال مستمرة إلى الآن. من مصر، محمد عبد العال.